هناك بعض الفنانين اللي بيحبوا دايما يكونوا مثيرين للجدل، ومن ضمنهم الفنان محمد صبحي. ولذلك انت بتشوف ان شخصيه الفنان محمد صبحي شخصيه دايما مثيره للجدل وعليها كلام حتى من الناس المحيطين به ومن الفنانين الاخرين، وفي مشاكل كتيره جدا في حياه محمد صبحي، منها مثلا قصته مع الفنان عبد صلاح الدين اللي هاجر كندا بسبب يعني ثابت تمثيل في مصر بسبب ان مصر بعيده من يوميات ونيس وضايق عليها الخناق بحسب ما قال التعبير صلاح الدين. فنان صبري فواز قبل كده قال عن محمد صبحي ان هم بيحبوش، وقال ان مساله الحب دي مختلفه عن مساله الاحترام، ده معنى ان انا ممكن احترمك بس ما احبكش، فانا بحب فلان لكن ممكن يكون ما بحترموش. اما محمد صبحي فانا بحترمه وبكون له كل الاحترام والتقدير لكن انا ما بحبوش، ما بحبش اسلوبه ولا طريقته. طبعا هو يقصد ايه اسلوبه وطريقته؟ ان محمد صبحي دايما كلامه بيبقى فيه مصادره على حقوق الغير، وان هو دايما شايف نفسه الراعي الاساسي للاخلاق والفضيله، في حين ان هو في الاول وفي الاخر ممثل. فده بالنسبه لي شيء غير مفهوم على الاطلاق، يعني انت الحامل الاساسي للفضيله على اساس ايه؟ يعني لا افلامك اللي اتعملت في السبعينات تدل على كده. طب انت عملت بعد كده يوميات ونيس ودخلتنا في الدراما المدرسيه، خلاص يا باشا ده من حقك انك انت شفت الدراما المدرسيه بتاعت يوميات ونيس دي هي حاجه جميله وان هي بتحض على الاخلاق والقيم والخلاف، ولكن برضو ده ما ينفعش ان هو ينصر حد ان هو يبقى هو الحامل الاساسي للفضيله، وكل ما تطلع تتكلم على الفضيله والاخلاق والقيم. وبرضه من التصريحات المثيره للجدل اللي لازم نذكرها في هذا السياق كلامه عن الفنانين الاخرين وتخطي حريتهم الشخصيه، ان في بعض الفنانين قال ان في بعض الفنانين الاخرين بيلبسوا قران، وهنا كان يقصد الفنان عمرو دياب وقال ان ده غير مقبول. طب انت في حريه شخصيه، في مساحه من الحريه الشخصيه. وقال انا يعني حتى قال تعبير متجاوز جدا، قال لو ان في فنان عمل كده انا همشي اقلع ملط او هقلع ملط او همشي ملط في الشارع. طب ما انا كده همشي ملط في الشارع، طب انت ايه علاقتك بالموضوع اذا كنت انت مش مؤمن بده؟ وبعدين برضو عرض بالفنانين الاخرين اللي هم بياخدوا او بيصلوا الى اعلى مجال في الحريه الشخصيه، وقال انه لو الفنان لبس حلق يبقى بالضروره ممكن يلبس قميص نوم، وانه لو هو بيعمل كده ما ينفعش يعمل كده في الشارع، يعمل كده في بيته. دي طبعا مصادره على الحريه الشخصيه لان في النهايه كل واحد حر. ايمن بجد قمر برضو كان يتكلم عن محمد صبحي وقال ان محمد صبحي يعني برضو بدون لنين الرملي صفر كبير، وقال كده، قال ان هو بدون لنين الرملي محمد صبحي صفر كبير، وانا بأيده في الرأي ده بصراحه. يعني الحاجه الاساسيه اللي اعطت الثقه لمحمد صبحي هي لنين الرملي. شكرا.